السلام عليكم، معاكم عمرو مرسي وحلقة جديدة من كلبك على متربيه. الموسم الجديد موسم كلبك على متربيه من البيت 2020، وهو الموسم اللي نظرا لظروف البلد متصور بالكاميرات بتاعتكم انتم المشاهدين. وقبل ما نبدأ الحلقة عايز اقول لكم على معلومة، وهي انكم لازم تفعلوا الجرس اللي جنب السبسكرايب علشان يوصلكم الفيديوهات بتاعتنا اول باول، واللي لسه ما عملش سبسكرايب يعمل سبسكرايب. حلقة النهاردة هنشوف فيها زياد والكلب بتاعه روكي. روكي كلب جيرمان شيبرد، وطبعا جيرمان شيبرد زي ما احنا عارفين سلالة محبوبة جدا وسلالة منتشرة في العالم كله ومحبوبة في العالم كله، وفي مصر ليها قاعدة جماهيرية رهيبة فوق العادة، وهو كلب ذكي جدا وكلب حراسة قوي جدا. يلا بينا نتفرج مع بعض زياد ربى روكي ازاي ونرجع لبعض تاني. معاكم زياد رحال دوج ترينر، وده كلبي الخاص روكي. روكي انا جبته 2015 مواليد 7/5، وفاضل له شهرين ويقفل 5 سنين. كنت جايبه وهو عنده 35 يوم. هو كلب جيرمان شيبرد وورك لاين، شعره ميديوم هير اللي هي ما بين اللونج وما بين الشورت، شعره متوسطه. وبيميزه ان الوانه غامقه متداخله، يعني الميدي الاسود مع البني، فميدي لون حلو كده برضو مميز. وكلب حلو نشيط، مش 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 كسول، وحتى سنه مش فارق ان هو يبقى مرتخي او ما بيتحركش كتير. روكي كباع من الكلاب اللي ما بيشغلش دماغه بكل حاجه، يعني حتى واحنا ماشيين في الشارع لو كلاب هوهوت عليه تلاقيه بيبص لهم كده بقرف، يعني لو انا مش هنزل نفسي لمستواكم، فبتلاقيه ما بيديش اي ردود فعل للكلاب زي ما احنا متخيلين ان لما في بنبقى ماشيين بكلاب بنشوف كلاب كتير بتقعد تهوه على الكلاب وتجري عليهم وكده. علاقتي مع روكي ما بتعاملش مع كلبي اكن حد مربي كلب، لا انا بتعامل مع روكي ده كانه ابني، يعني حتى في التعامل لما ما بيعملش الحاجات اللي انا ما بحبهاش في نفس الوقت ليه شخصيته، ولما بيبقى عايز حاجه بيوصلها لي باشاره منه او حتى بيبص لي، في ما بيننا لغه تواصل من غير اوردرات، مش لازم الاوردرات، يعني ممكن بكلمه زي ما بكون بكلم واحد صاحبي او بكلم بني ادم، روح اعمل لي هات لي دي هات لي دي، لا بكلمه عادي وهو بيقدر يتواصل معايا وبيفهم حتى لو بتكلم بكذا طريقه مختلفه. وهو صغير لما كان بيعمل حاجه غلط او بيقطع حاجه كان اول لما اخش يحاول يلهيني ويجيب اللعبه ويجري عشان ما يخلينيش اشوف انه قطع مناديل او قطع ورق، ومجرد ان انا ببقى رايح على الحاجه فيبتدي ان هو يروح جاي سايب اللعبه وطالع جري نازل تحت السرير مستخبي عشان ما اعجبوش ان انا اقول له ايه اللي انت عملته ده. كمان حتى لما كبر لما بنيجي بعمل اكني ماسك كوره وبحدفها له، هو كمان بيمثل معايا ان هو رايح يجيب الكوره ويرجع لي واكنه بيسيبها لي، وبعمل اكني بمسك الكوره وبحرك ايدي اكني ماسك حاجه في ايدي، وهو بيعمل اكنه مصدق برضه وبيتعامل معايا على هذا الوضع. هو حدفها له اكنه راح جابها ورجع لي تمام. وبرضه لما بيلاقينا بنرقص او بغني او حاجه بتلاقيه بيندمج معانا، بيتنطط وبيعبر عن فرحته بان هو بيتهز وبيلف حوالين نفسه ويقع رجله لورا كده. جه علينا فتره كنا هنعزل، فما كانش هينفع ان هو في وقت العزال يبقى موجود عشان الحركه والناس اللي طالعه واللي داخله والنزول والطلوع، فوديناه عند ناس فتره. بعد كام يوم حسيت ان انا قلقان على الكلب، فروحنا نبص عليه لقيت الكلب متعور، اخد جرح في رقبته حوالي 12 سنتي، كان في عمق في الجرح، ومحدش بلغني ان الكلب اتعور، وبالتالي قعد الجرح اتلوث وابتدى ان هو يطلع صديد وان هو بقى في حاله وحشه جدا. رحت طبعا لقيت منظر الكلب متدمر، لان الكلب كان الجرح لما زاد الكلب كان خلاص في حاله جسمانيه شبه بيموت. فكل اللي انا اما دخلت واتفاجئت بالموضوع طبعا كان دمار بالنسبه لي، يعني
كل اللي هو عمله ان هو كان بيبص لي بعينه اللي هو انت ازاي تسيبني، اللي هو انت سبتني، انت السبب ان انا حصل لي كده. طبعا خدته، ودي كانت اصعب فتره مرينا بيها، لان انا ساعه لما رحنا عند الدكتور الجرح لما اتخيط ما كانش راضي يلم، يعني الغرز قطعت الجرح، وقعدنا فتره نحط له مضادات حيويه نديله ادويه عشان الجرح يمسك نفسه وينشف شويه عشان نقدر نخيطه. وكان بيتحمل، عنده قوه تحمل كويسه برضو ان هو يتحمل الالم ويتحمل الوجع عشان نعالجه ونديله الحقن بتاعه. روكي ما بيتعاملش مع كل الناس بنفس الطريقه، يعني هو عنده خبره تعامل في البادي لانجوج مع الناس، لدرجه ان هو مثلا بيعمل ده كويس، بيتجنب ده، ده ممكن بيبقى مزمجر منه شويه، بيبقى على حسب الشخصيه اللي قدامه. ومع الاطفال فريندلي جدا، ما بيعملش اي اساليب عدوانيه، ولو في طفل رخم شويه او شيء بيبتدي ان هو يتجنبه، يبعد وشه عنه، يبعد عنه بحيث ان هو ما يسببلوش اي اذيه او اي مشاكل. ده بالنسبه للناس. الكلاب، روكي كويس مع الكلاب، ما فيش اي مشكله عدوانيه معاه، غير لو الكلب اللي قدامه حاول ان هو يهاجمه بيبتدي ان هو يبقى عدائي معاه في الحاله دي بس، ولو سكته او قلت له بس فبيبقى او ستوب او اوت بيبتدي ان هو يبقى كويس جدا معاه، ما بيعملوش حاجه. انا بحب روكي عشان بحبه عشان هو بيفهمني اكتر من اي حد، عشان وقت ما ببقى زعلان او متضايق هو اكتر حد بيقدر يحس بيا وبيقدر يخرجني من المود اللي انا فيه، في اي كان اللي انا فيه بيبتدي يعرف يخش لي من انهي سكه بالظبط. بحبه عشان بيفهمني من غير ما اتكلم خالص، مجرد ان ببص له بيبقى عارف انا عايز ايه. بحبه عشان بيخاف على زعلي وما بيحاولش يزعلني خالص، ولما ببتدي ان انا اقول له الاوردر او بقول له الحاجه بيبقى بيعمل كده وهو مبسوط جدا، بيبقى سعيد ان هو بيعمل الحاجه دي. حتى لما باجي اتكلم معاه بحس ان هو فاهمني، يعني بيقعد يسمعني، ما بيزهقش مني، ما بيصدعش، ما بيحسش ان هو بيحاول يتهرب مني، لا بيبقى قاعد منصت ومركز في اللي انا بقوله. فمهما قلت ومهما وصفت مش هقدر اوصف مدى حبي ليه ومدى ان انا ما اقدرش اعيش من غيره، وبجد هو حاجه مهمه جدا في حياتي. الناس اللي حابه تربي، اول حاجه لو ما عندكش امكانيه ان انت تربي الكلب ده وتدي له حقوقه ما تجيبوش عشان ما تظلموش معاك. فنقطه ان انت تجيب الكلب لو هتحطه فوق سطوح او هتحطه في حته بعيده عنك وتبقى بتزوره من وقت للتاني، ده مش هيخلي فيه علاقه ما بينك وما بين الكلب، ولا ان فيه تفاهم ما بينك وما بينه في البادي لانجوج، او انكم تفهموا شخصيات بعض، هيبقى فيه صعوبة في الموضوع، وبالتالي هتلاقي عدم سمعان كلام وهايبر زيادة وتشتيت دايما لما بينزل. لازم تديله حقه، ولو مش هتبقى قاعد معاه فالأحسن ان انت ما تديلوش. لو حابب تربي جيرمان شيبرد، هو الجيرمان شيبرد في الاول وفي الاخر كلاب من المعروف عنها ان هي ذكية، وكلاب بتفهم الشخص اللي قدامها بدون تدريب، يعني مع العشرة بتلاقي الكلب فاهم ايه اللي انت عايزه من انك بتطلبه كذا مره. وده برضو ما يبقاش طبعا ان احنا نبقى معتمدين ان الجيرمان كله كده، لا، هي في الاول وفي الاخر بتبقى شخصيات، اذا كانت الجيرمان او اي انواع تانية. فلازم يكون عندك خبره كمان في تنميه الجرو المناسب ان انت هتشتغل معاه او ان انت هتدربه، يكون سلس، عشان بيبقى مش كل الناس عندها خبره، فلو اول مره تربي الاستحسن برضه ان انت تسال يكون حد عنده خبره عشان ينقي لك الجرو المناسب. لكن الجيرمان شيبرد كسلاله وكتعامل هو كلب كويس جدا، بيفهم الناس بسرعه جدا، بيبقى عنده خبره وبيعرف يميز ما بين الناس الغريبه والضيوف، بيعرف يستوعب كم اوردرات كبيره، وكلب كويس جدا في العيله، وانه يبقى قاعد معاك بيلعب ومستمتع بوجودك ووجود الناس. وبكده انتهت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. اي حد عنده قصه مؤثره او قصه جميله مع الكلب بتاعه يا ريت يبعت لنا الفيديو، يقدر يبعته لنا على الفيسبوك او يقدر يبص في الكومنتات، هنا هيلاقي اللينك بتاع الفيسبوك برضه هيبعت عليه الفيديو. وفي النهايه ما تنسوش تتفرجوا على المواسم والحلقات اللي فاتت، وتتفرجوا على البرامج التانية اللي على القناه، وتعملوا شير ولايك وسبسكرايب. السلام عليكم.
يلا بينا نتفرج، يلا بينا نتفرج مع بعض. روكي ربا، روكي ربا زياده ازاي. يلا بينا نتفرج مع بعض، يلا بينا نتفرج مع بعض. زياد ربا روكي ازاي، ونرجع لبعض تاني.